شنو هالانحراف في التفكير اللي عندك بالضبط؟ نفسي افهم، اطلع من الشاشه ولا ايش بالضبط؟ انت تسكت. فيفي عبده راح تعمل بث وتقول انها توعد جون كوك. فيلم هندي قاعد فاتح بث، فجاه فات واحد با 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 فاتت هواسة. تعال كمل حبيبي. سكرت الباب. بي تي اس يقتلون جميع لا يقتلون شنو؟ بي تي اس يقتلون مشان الله اشلح جان كوك. من فوق انزع ملابسك من فوق. اوكي يا اهل ام الوشوم، مشان الله انزع ملابسك. من فوق من فوق. اوكي لا تفهمني غلط وتتهور وتنزع كل ملابسك. لا يا اخي انزع انزع، شو خسراني انت؟ هدب كل هالتيشيرت انزعه وهالبنطل. لا البنطلون لا خليه خليه. نو نو. كما انه بي تي اس راح يزوروا الجزائر والعراق والمغرب، وجان كوك مش جانغ كوك. اوكي ركزتوا، جان كوك ليس جانغ كوك، وراح يورينا وشومه كلها من الاعلى. يا ممكن تشلح لو سمحت، ممكن تشلح أمنية حياتي انك انت تشلح من فوق ما تتهورش. او ماي جاد وات از قاعدين بطالب يعني اكثر من 11000 تعليق مشان الله انزع ملابسك من فوق. لا البيت ده طاهر وحيفضل طول عمره طاهر. وهم بعد يمكن نام جوند رح يعلن انه متزوج وعنده ولد. هو اعلن لانه ولده دخل على البث ولحقته امه هواسه وسحبته من شعره من البامبرز شحبته. وفي رح يزور مصر ويتعاون مع محمد هنيدي. انت جبت الحكي لنفسك محمد هنيدي، هات هات حدا يرحمك. عرفت مع مين تعلق؟ مع الارمي. اما الكارهين فرح يموتوا كلهم سكتة قلبية من الغيرة. انا ما قلت شيء. اسمعوا هاي القصة تصلح ان تكون رواية اسمك. جيسي تتزوج جيهوب وجان كوك يحاول يفرق بينهم لأنه بحب جيسي، وبعدها يتعرف على نانسي عجرم ويحبها، ونانسي عجرم تتطلق من زوجها وتتزوج جان كوك، وجيسي تغار من نانسي عجرم وتتطلق من جيهوب من جيهوب اللي هي متزوجة جيهوب وتتزوج جان كوك بالسر، ونانسي عجرم تعرف بالموضوع وتروح تتزوج جيهوب. فيلم هندي فيلم هندي. لا على فكرة مش مسموح. ايش فيه؟ ايش نوع موز الحليب اللي شربيته؟ رايت ناو قولوا لي تحت بالتعليقات. رايت ناو. بي تي اس يجون للعراق وجان كوك يعلن ارتباطه بفتاة عراقية. رح تنزع؟ رح تنزع ولا شنو؟ ولا شنو؟ جيمين صار طوله 1.80 متر. زغيرته زغيرته. هو وصل 1.75 متر وعمل عرس على كل حال. وكوكي رح يعمل بث مباشر عشان الارمي يشوفوا الوشوم تبعه. اوكي الوشوم اصلا مكتوبه، المفروض تكتب الوشوم تبعه. يا اخي انزع مشان الله انزع خلاص. كمان نامجون بتاريخ 1/2 رح يعلم فيفي عبده كيف تهز خصر. لا هو المفروض اللي يعلمها كيف تهز خصر في مبدع. لا ردح في ردح مش رقص ولا هز خصر. ردح ردح رسمي. بحس انه له هيك في شرش عراقي مش عارف، هيك اشك انه في وجان كوك عندهم شرش عراقي هيك انا احس نوعا ما. ما بعرف يمكن
من أبوهم من أمهم، بس أكو هيك جذور عراقية. كما أنه في وساجد عبيد رح يسوون تعاون ويغنون اثنيناتهم بالعراق. طبعا الأغنية كلها ردع. ركزوا ركزوا، في رح يغني أغنية بها ردح، ومع مين؟ مع ساجد عبيد. لا مش مسموع. تعاون جي بارك وهواسا وجي سي وهم بعد جاكسون. أوكي، نشر فيديو لجيمين وهو رايح للمستشفى بعد رزقه بمولود جديد. أوكي، يعني هو رايح على المستشفى على مود يشوف زوجته وهي قاعد تولد. وظهور مقدم برنامج أخبار الكيبوب في قناة بيج هيت الرسمية. رح أعمل عرس، أعزم فرقة بي تي إس، يعني 24 ساعة فتح لايف. إيش فيه؟ بيج هيت ستعلن عن عقد فرقة بي تي إس الذي سيدوم لمدة 200 سنة. إحنا نعيش 100 سنة على مود أوقع عقد ب200 سنة، إحنا نعيش 100 سنة يا شيخة. كما أنه جان كوك سيفتح قناة رسمية على اليوتيوب بتاريخ 10/2 ورح يتكلم فيها عن حياته الشخصية والحياة اللي يعيشها. أما فيفي عبده رح تنشر فيديو على الإنستغرام وتقول إنها تحب جان كوك. Yeah, it's true. فيفي عبده وجان كوك اثنين صفن لي اصدقاء عادي. ايش يعني هي بتحب الكل؟ في عبده خمسة مواه. كما انه فرقة بي تي اس سوف يأتون للعراق، وجين وجيمين وتاي رح يتعاونوا مع محمد السالم. اما جاكسون رح يعلن الحرب على نام جون لأنه عم بياخد حبيبته هواسا. هي مش زوجته هواسا؟ مش متجوز وعنده ولد كان يركض بالبث وهواسا سحبته من البامبرز قالت له تعال؟ هيك أنا تخيلت للحظة أنه مش عارف. في متجوز أربع سيدات وهم الآن حوامل، وجان كوك طلق زوجته في اليوم الزفاف لأنها شربت الموز باللبن حقه. وهواسا من ماما مو تتحجب وتلبس عباية سمراء وتفتح بث يوم 1/2. واو اوكي نرجع. في متجوز من اربع سيدات، يعني في مسلم، that's number one. حوامل الاربعة. اما جان كوك واللي طلق زوجته بسبب انها شربت عصير موز بالحليب حقة جان كوك. يعني بصراحة لا، يعني كثير. انت كيف تسمح لنفسك تشربي الموز بالحليب حقة جان كوك؟ مين سمح لك؟ خيانة هاي من اول يوم. طلقها وانزع ورجينا الرشوم. انزع يا شيخ، انت لسه ما نزعتش. وهواسة تتحجب. تعاون جي هوب شوغا ونامجون مع محمد رمضان. وتعاون بي تي اس وبلاك بينك وتوايس واكسو مع بعضهم اذا راحت كورونا. Right now كورونا تروح right now. ومقابلة مع فرقة بي تي اس وبشار بي تي اس في الجزائر. اوكي دعوني استوعب، مقابلة فرقة بي تي اس مع بشار هو انا. ديسباتش تكشف عن مواعدة جان كوك من بي تي اس وليسا من بلاك بينك والسبب انهم يحبون بعض وليسا حامل. يا شيخة بحبوا بعض اصبحت حامل كيف؟ وجان كوك ورانا وشومه. الطم انزع يا اخي انزع، مشان الله انزع. لا البيت ده طاهر وحيفضل طول عمره طاهر. وتعاون بي تي اس وماما مو وجي سي وهيونا وهواسا بينهم تعاون.
انت جمعتي اكثر ثلاث قنابل بعالم الكيبوب، جيسي، هواسا، وهيونا. ايش بدك تساوي؟ زلزال ولا حرب عالمية ثالثة؟ ديسباتش تعلن ارتباط جانكوك بفتاة مغربية. I'm everything. اوكي. وتعلن ايضا ارتباط ليسا بسعد المجرد. وفرقة God 7 التحاقهم بوكالة SM الترفيهية. جيسي ستشارك في مسلسل الجمال الحقيقي. لا بنصحكم مش. ورح تكشف انها رح تكون اخت البطلة. اخت مين؟ جيسي انت اخت البطلة؟ Next. اما روزي رح تخطب، وجيني رح تتزوج جيمين، وليسا رح تسافر للعراق، وجيسو رح تروح للسعودية. هي فككت فرقة بلاك بينك كلهم، كل واحد ببلد. انت يا ايش بدك بالضبط؟ كما انه تم اعلان اسلام جيسو، واعلان انه تاريخ 31/1 هو تاريخ ذهاب فرقة BTS للجزائر وتصويرهم لبرنامج Run Bang Tan هناك. كما سيتم تأكيد حضور فرقة BTS في شهر مارس إلى دولة عربية. واو. كما أن فرقة BTS أطلقوا ألبوم بعنوان رح ننخطف يوما من الأيام من قبل الأرمي السعودي. هذا اسم ألبوم؟ هاي اسم عنوان جريمي، عنوان اشي يعني بسرعة هجوء. ايش في شو هالعنوان؟ الألبوم الخرافي الخنفشاري اللي قاعد يجذب، واكو هيك الغاز رح ننخطف يوما من الأيام، هيك يعني عنوان يعني غامض بغموض، انتو عارفين مش مفهوم ايش هو بالضبط، من قبل الارمي السعودي، وبعديها سوى حفلة بالسعودية، وبعديها ينخطفوا، واحنا ايش نبلش نحلل؟ هات جيب الالبوم، رح ننخطف، معناته تم انخطافهم، وين كانوا؟ كانوا بالسعودية، من قبل الارمي السعودي. يس، كونان! كما انه جيان جانكوك بسنة 2021 رح يقيم كونسرت إله وحده، يعني حفل لإله وحده، وجميع الارمي مدعوين مجانا، وسيختار حبيبة إله بشروط مطلوبة. اوكي، ورح يسوي بث ثاني يورجينا جميع وشوم المخفية. انزع، قلت لك انزع. لا، البيت ده طاهر وحيفضل طول عمره طاهر. فرقة مامامو وبلاك بينك رح ينضموا لشركة بيج هيت، وسيتم تعاون بينهم وبين BTS بشهر 6. مامامو بلاك بينك مع بيج هيت وتعاون مع فرقة BTS بشهر 6؟ يا شيخة. عاجل، إعلان جين بأنه يخطط لطبخ الكبسة السعودية. مش تنزل الضحك يعني، مش لك يا شيخة. ويتم الكشف عن خبر زواج كوك، ويقوم الأرمي بخطفها، يعني خطف زوجته. أما ليسا تلبس تنورة بمليون دولار وتثير الجدل. على فكرة خلنا أخبركم، ترى هي نفسها أغلى من التنورة اللي بمليون دولار، يعني هي لحالها إثارة جدل ليسا. عن بعد تاي يثير الجدل ويحلق شعره صفر. Right now. ويصبح ترند. لا ما بتخيلش بأنه تاي ما عندوش شعر، لا هاي النقطة مش مسبوحة. تعاون فرقة بلاك بينك وفرقة BTS في أغنية عربية للأرمي العربي. أي سنة؟ حد يخبرني بالضبط، خليني أشوف أي سنة. كما أن المغني جانكوك رح يشوفنا وشومه كلها. انزع 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 ملابسك من فوق بسرعة. ورح ننصدم من جمال عضلات طبعا بطن وجسم جانكوك، وهم بعد وشومه.
هو لسه ما نزع. Next. أما BTS رح يجون للعراق ورح يتعلمون اللهجة العراقية. طبعاً ماكو تعاون بين في وسجد عبيد أكيد. وبعيد ميلاد جي هوب رح يفتحوا بث مباشر ومشغلين معزوفة عراقية ساجد عبيد. التعاون اللي جمع في مع ساجد عبيد. كمان نوتاي وجيمين سووا أغنية مع بعضهم ورح تنزل بتاريخ 6/2 يعني بعد كم يوم. وجي هوب متزوج وزوجته حامل بالطفل الأول وهي بالشهر الثالث. يعني أكثر من هيك تفاصيل ما شفت. ثقة ثقة عمياء، متزوج وزوجته حامل وبالشهر الثالث وعندهم استعداد يحلفوا والله ما عندهم مشكلة. وبالجولة العالمية القادمة لفرقة BTS تم الإفصاح عن الدول التي سيقومون بزيارتها ومنها الدول العربية مثل مغرب، جزائر، تونس، ليبيا، 3-4 نقاط يعني أكو دول ثانية أكيد من ضمنها العراق والسعودية ودبي وهم بعد الإمارات طبعا كلها، هم بعد الأردن، لبنان، سوريا أكيد لازم، الكويت، قطر، عمان، السودان إيش بالنسبة؟ كمان هم بعد السودان نسيت أنا دول ليبيا، تونس، جزائر، مغرب، موريتانيا هم بعد تركيا لازم بصراحة يزوروا تركيا. أوكي جايز حلقتنا انتهت لليوم لكن أنا ما قرأتش 11,000 تعليق للعلم لأنه مستحيل بدي شي 50-60-70 حلقة لكن بدي أشكر ال 11,000 خنفشاري وخنفشاري اللي كتبوا تعليقات جدا روعة مثلهم. وبدي هم بعد أقول للكارهين والمضغوطين هاي الحلقة أو هاي الفقرة بالذات اسمها فقرة شائعات وتوقعات لمشاهير الكيبوب، هدفها بس نضحك نمزح نتشاقى فما حدا ينشر أخبار من باب إنه تأكيد، لا ماكو أي خبر مؤكد لا زواج ولا ارتباط ولا تعاونات، كلها أخبار من كيسنا. أوكي that's it، من باب الضحك اتعلموا تبتسموا تضحكوا انتوا الكارهين يا الكارهين. بالنسبة لفانزي كماو على كل التعليقات كل الدعم، ما تنسوا بالنهاية نشر هذا الفيديو وين ما كان اوكي. فانتظروني next week بحلقة او حلقتين او ثلاثة او يمكن 10 حلقات من اعدادكم وبصراحة رح احاول اخذ اكبر عدد ممكن من التعليقات. guys see you soon، ما تنسوا share and like بليز، هو طلبا وليس امرا. Let's do it.